تفيدنا بطبيعة هذه المنطقة، منطقة الكولا، ومن يكون مستهدف طبعا في إطار يعني بس عدد من المعلومات وليس هي معلومات مؤكدة. تفضل سيد رضوان. ذكر زميل سلام في مطلع رسالته اسم محمد طقوش، إذا كان هذا المقصود اسم محمد طقوش، هو الشيخ محمد طقوش الأمين العام للجماعة الإسلامية، هو الرقم واحد في هذا التنظيم. لا أعرف إذا كان يسكن في هذا المبنى أو هو المستهدف، الذي يقع على مسافة قريبة جدا من مسجد ومؤسسة تربوية تعودان لتنظيم الجماعة الإسلامية، علما أن الجماعة أخلت كل مواقعها وكل مراكزها المدنية والسياسية الرئيسية، وخصوصا في صيدا وبيروت. إذا صح هذا الاستهداف لا سمح الله وتم استهداف الشيخ طقوش، هذا يعني أنه استهداف رقم واحد. وعندما تقدم إسرائيل على استهداف السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وتغتاله، توجه رسالة أيضا للجماعة الإسلامية، توجه أيضا رسالة لهذا التنظيم الذي شارك إلى جانب حزب الله في الجنوب ووقف إلى جانب أهله وشعبه من خلال قوات الفجر. استهداف العاصمة أمر خطير جدا، هذه رسالة للمجتمع الدولي، هذه رسالة لوزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بمفاوضات بين لبنان والمجتمع الدولي ومع إسرائيل بطريقة غير مباشرة. إسرائيل لا كأنها تقول لأن هذه الزيارة غير مرحب بها، وما رفضته إسرائيل من المقترح أو كأنها تعطي رسالة بأنها لا تهتم بهذا الأمر. لا تهتم. عندما ذهب نتنياهو إلى مجلس الأمن ولم يوافق على المقترح الفرنسي الأمريكي، اليوم لا توافق على هذا المقترح بالنار وبالقنابل عندما تستهدف محلة الكولا في وسط بيروت. هذا يعني عدم استثناء وعدم التمييز بين أي جهة مدنية أو جهة عسكرية، علما أن الشيخ محمد طقوش من إذا كان هو المستهدف هو في موقع الرجل في موقع الرأس السياسي لهذا التنظيم. إذا كان هو يتضح طبعا بالطبع، وكانت إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي كان حذر حتى السكان المدنيين من أن يكونوا متواجدين أو متعاطفين أو حتى بجانب حزب الله أو المقاومة بشكل عام. سيد رضوان، لكن يا زميلي إلى أين تذهب هذه الجموع؟ إذا كانت هناك شخصيات سياسية أو نيابية أو عسكرية، أولا الشخصيات العسكرية لا تسكن في هذه الأماكن المدنية، لكن إلى أين تذهب الناس هذه الجموع؟ هناك مليون نازح من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية، والمناسبة المسافة من الضاحية الجنوبية إلى الكولا لا تستغرق بالسيارة أكثر من 5 دقائق، يعني لا توجد أي منطقة آمنة في المنظار الإسرائيلي. أما بالنسبة إلى سؤالك، قبل عملية 7 أكتوبر الفائت يتضح أن مخطط إسرائيل كان استهداف حزب الله أولا وضرب بنيته العسكرية وشخصياته السياسية، هي اليوم في الميدان تقوم بذلك. ومن يقول لماذا شارك حزب الله ولماذا شاركت الجماعة الإسلامية في إسناد الفلسطينيين وحركة حماس في غزة، هذا الكلام أنا كمراقب لا أوافق عليه، لأن إسرائيل كانت وضعت مخططها باعتراف أكثر من مسؤول إسرائيلي عسكري وسياسي أن الهدف الأساسي هو القضاء على حزب الله وعلى هذه الترسانة العسكرية، لأن هذا الحزب يشكل رأس الدرة العسكرية عند محور المقاومة. من بين العلامات والأسئلة، علامات الاستفهام والأسئلة الكثيرة التي ذكرت، هو الجزء الاستخباراتي، والبعض زعم من بينهم الإسرائيليون أنفسهم وربما صدقوا أنفسهم بأنهم تمكنوا من كل ذلك والحصول على كافة المعلومات والاستهداف للشخصيات بأنفسهم، مع العلم أن هناك أجهزة استخبارات كثيرة وعديدة تقدم لهم ربما خدمات مجانية إلى إسرائيل. في هذه الزاوية ماذا يمكن أن نقول سيد رضوان؟ ما أريد أن أقوله في هذا الخصوص أن المخابرات الإسرائيلية من الموساد والشباك فضلا عن جهات أخرى في العقدين الأخيرين طورت كل قدراتها، وكان التركيز على حزب الله وعلى حركات المقاومة وعلى الفصائل الفلسطينية. لا أبالغ زميلي الكريم وباعترافات أمنية دولية أن لبنان أكثر بلد بالمساحة الكيلومترات توجد فيه أجهزة استخبارات من دول المنطقة ومن دول العالم وتحديدا غربية.
لا بل أكثر، لا أبالغ إذا قلت أن السفارات عندنا في لبنان ولا سيما السفارات الغربية لا تقوم بمهمات دبلوماسية، ورجعنا في الأشهر الأخيرة أن أكثر من سفارة، هذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم، أكثر من سفارة أحضرت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري من دون المرور عبر الأجهزة اللبنانية الرسمية، فقط نحن نتعرف من خلال طائرات تصل إلى مطار بيروت وتنقل أجهزة، هذه الأجهزة لا نعرفها ماذا تحمل، تحمل بنادق، تحمل رصاص، تحمل أجهزة تجسس، تحمل مناظير، كل هذا الأمر كان مفتوح. أنا لا أقول أن هذا هو الأمر الوحيد الذي تمكنت منه إسرائيل من خرقها للدولة اللبنانية، هناك عملية فلترة لكل بلدة لبنانية، لكل مربع داخل الدولة اللبنانية عند العدو الإسرائيلي، فضلاً أن الداتا اللبنانيين حتى أسماء الطلاب الجامعيين موجودة عند العدو الإسرائيلي. نحن أتحدث عن هذا الموضوع ولا أكشف سراً أن كل هذه المعلومات، أن كل هذه الداتا موجودة عند المخابرات، فضلاً أن الطيران الإسرائيلي ومسيراته وأجهزة الرقابة والتجسس الموجودة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هي لا تغطي لبنان، تصل إلى الشاطئ السوري، تصل إلى تركيا، تصل إلى قبرص، وبالتأكيد هناك أجهزة غربية دعمت وتساعد الإسرائيليين في مثل هذه العمليات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا تتحمل المسؤولية، لأن هذه القنابل التي تضرب الضاحية الجنوبية بأطنان من الديناميت ومن المتفجرات تستعمل للمرة الأولى في لبنان وتطلق للمرة الأولى من طائرات F-35، وربما هناك من يقول أن مجموعة من الطيارين ومن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يساعدون ويشاركون في غرف العمليات في تل أبيب بهذه العمليات الخطيرة، وتقول الولايات المتحدة الأمريكية عند حصول أي علم نحن ليس لدينا علم بهذه العمليات، علما أن الإدارة الأمريكية تشارك في هذه العمليات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، رغم قول الإدارة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن أننا نحن لا نعلم ونحن نعمل كوسيط لوقف إطلاق النار، لكن هذه الوساطة إلى أين أدت؟ على مدار سنة ماذا أدت؟ ماذا نفعت في فلسطين؟ وما رفضه نتنياهو في فلسطين يرفضه في لبنان، هو لا يحترم لكل التدخل الدولي، لا للأمريكي ولا للفرنسي ولا لكل العالم، يعني لم يلتزم حتى بصوت غوتيريش وبعض الدول وبعض المسؤولين الأوروبيين، هو يستمر في عدوانه في فلسطين وفي لبنان. وأعود اليوم إلى 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 استهداف بيروت بالقول أن هذا أمر خطير جدا، إلى أين يذهب الناس عندما يتم استهداف العاصمة؟ لا توجد أي منطقة ولا توجد أي بلدة لبنانية آمنة في ظل هذا المسلسل الدموي والإجرامي الذي لا يستهدف المقاومة وأنصارها وبيئتها الحاضنة، إنما يستهدف كل الدولة اللبنانية من خلال هذا العدوان. سيد رضوان، نحن نتابع على الكاميرا الآن من بيروت، ربما هي والطابق الخامس هو المستهدف على ما يبدو، وتناثر أمام هذه الصور قبل قليل، تناثر عدد كبير من الركام والحطام، المبنى لا يزال قائم، لكن الجزء الذي تم استهدافه في هذا الطابق ربما تدمر بالكامل، بالكاد يستطيع هذا المبنى أن يقف وسط تناثر لركام وحطام كبيرة من هذا المبنى، وطبعا قوات تستخدم الجرارات، الدفاع المدني تستخدم الجرارات للملمة هذه الركام المتناثرة في الشارع، وربما كان متواجد، ولأن هذه الغارة تمت ليلا فكان لم يكن متواجد أشخاص، كان هناك بالطبع سيارات في المكان، سيارات ربما متوقفة نظرا لتأخر الوقت ليلا، عدد كبير من قوات الدفاع المدني متواجدة، شاهدنا كذلك سيارات الدفاع المدني تستخدم أو تتسلق الطوابق من الخارج، لربما قد تعطلت أو دمرت أو استهدفت وسيرة الصعود والنزول داخل المبنى الذي تم استهدافه.